حنا كاملين عارفين بلي المونيكات مديورين غير باش يلعبوا بهم البنيات الصغار، فما بالكم الى هاد المونيكات كبروا ولاو كيخدموهم حوايج اخرى. راك فهمتيني الفهم، العالم كامل داخل معاه حتى المغرب ولا كيعرف عزوف على الزواج. هادشي بسبب بزاف ديال العوامل، غير الجابون بوحدها كدوله لقات الحل لهاد الرجال وحتى العيالات، حيت تقريبا 61% من العزاره ديالهم ما بين 18 و34 عام كيفضلوا يبقاو ديال راسهم اولا يلقاو شي شريك اولا شي مراه غادي غير يمرضهم. عاد زيد الالتزامات اللي غاديين وكيصعاب، وبلا ما نساو الاولاد اللي صداعهم بوحده اللي معروف بجيب الحليب وجيب ليكوش. وهنا فين بات واحد التجاره اللي جديده، اصحاب المشاريع لقاو الحل لهاد الناس واخترعوا ليهم بدائل بشريه. هي كيف ما سمعتي مونيكات بحالها بحال بنادم، قريبه بزاف للواقع. هاد الجابوني كياخذ هاد المونيكا وكيدير فيها ما كيلبسها يدخلها مع الحمام، ونزيدكم كيضربها وكينعس معاها بلا ما تشكى بلا ما تقول ليه حتى شي حاجه وبلا ما تفرض عليه شي شروط اولا تقول ليه شري لي شي حاجه، واللي جابها ليها كتقبل بها. ظريفه مسكينه وديما ساكته، والا ما حركهاش ما غاديش تحرك ليه. هاد التجاره ماشي ممنوعه في الدوله، هادشي علاش ممكن تلقى اشهار في التلفازه في الطريق، وغادي تلقى حتى دي زيوزين اللي كيصنعوا هاد المونيكات اللي كيسميوهم بالمونيكات الحميميه، وكاينين محلات اللي كيبيعوا فيهم وكيشريو بالعلالي بحال حتى شي حاجه ما واقع. ممكن يدخل الراجل ويختار على ذوقه المونيكا اللي بغاها تشارك معاه حياته واللي بغا يقضي معاها حاجه. والغريب انه كاينين دي كوبل، المراه كتمشي هي والراجل ديالها كيتقداو هاد النوع من المونيكات، يعني كتدخل على راسها الضر، وهذا الشيء كامل غير باش ما يخونهاش راجلها مع شي فاسده في الزنقه. يعني كتقول اللهم يمارس مع مونيكا او لا يمارس مع شي وحده في الزنقه. ودابا ندوب على الثمن، حيت اي منتوج عنده الثمن ديالو، حتى هاد المونيكا عندها الثمن ديالها اللي كيوصل ل 5000 اورو، ما يقارب 5 ديال المليون مغربيه. الثمن غالي بزاف، ورغم ذلك كاينين الناس اللي كيخلصوه، لدرجه وصلوا هاد الناس يصايبوا لاي واحد مونيكا اللي كتشبه الفيزاج ديال مرته او الشريكه ديالو اللي كان كيعرفها قبل، يا اما اللي ماتت او اللي تفارق معاه، خاصو غير يجيب لهم التصويره ديالها وهما كيتكلفوا بكلشي. اما الناس اللي ما قدراتش على هاد الثمن ديال 5 ديال المليون، حتى هما ما خلاوهمش بلاش ولقاو لهم الحل ديالهم، حيت كاينين الناس شافوا ان هادي بيزنس وبداو كيكريو للرجال هاد المونيكات. مجرد ما يكوموندي كيجي عنده حتى البلاصه اللي بغا، وكيعرض عليه الريوز ديال هاد المونيكات، كيختار الفيزاج اللي بغا، كيلبسها كيف ما بغا، وكيخليه هو وياها لواحد الوقيت. الثمن كيوصل ل 70 اورو للساعه، وممكن يوصلها ليه حتى للوطيل اللي شاد في حاله ما بغا حتى شي واحد يشوف. وحيت الاغلبيه ديال هاد الجابونيين اللي كيستعملوا هاد المنتوج لقاوهم رجال مزوجين وكيكوموندي هاد المونيكات، غير حيت خايفين على عيالاتهم اللي يحسوا بالخيانه، وخايفين حتى على راسهم اللي يمرضوا بالسيده. هادشي علاش كيختاروا هاد المونيكا اللي لقاو الحل المثالي ليه، حتى ما بقاوش كيفكروا لا في ولاد لا في زواج. باش نكونوا واضحين، راه كيف ما كاينين رجال اللي كيكوموندوا هاد النوع من المونيكات، كاينين حتى عيالات اللي كيقلبوا على مونيك على شكل راجل. المشكل ان هاد الظاهره الا ما تمنعاتش غادي تزيد تنتشر، وغادي تزيد تشجع على العزوف على الزواج. وبما ان المغرب بالضبط كازا فيها مهاجرين من الشينو ومن الجابون اللي معمرين درب عمر السوق اللي معروف في العالم، واش ممكن نلقاو هاد المونيكات كيتباعوا فيه؟ خلي لينا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع صحابك، دير متابعه للصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.